عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج. وأكد مدبولي على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات.